الناس عايزه تشوف راي عبد الواحد في ابو جبل، في الشناوي انا خصوصا. اكيد كمان كابتن خالد كويس انك فتحت الموضوع ده. ابو جبل يعني بقى لنا اربع يعني اربع مباريات قبل مباراه الاهلي الحمد لله بادي بشكل كويس، وقبل كده كمان مع المنتخب ويمكن في نهايه الدوري لعب اربع مباريات كان ماشي بشكل كويس. الحاله اللي انا شايفها ان انك تخلص مثلا او تتكلم على ابو جبل بالحاله اللي انا الوضع اللي موجود وانك انت بتهد منه، انا مش مع الموضوع ده، لان في الكوره بالذات احنا ما بتحسبش بالقطعه. في خالد انت بتلعب عشان كده موسم انت كامل، اتعرضت كحارس مرمى كلنا ساعات تعرضنا. ساعات ممكن انت تلاقي كلاعب اجوان نفسك غريبه تخش اتعرضت فيك وانت طبيعي. بقول لك حاجه، احنا دخلت فينا اجوان مش ما ينفعش تدخل بالظبط اساسا، بالظبط. لكن يعني يمكن حاله ابو جبل في الماتش ده مش موفق، لكن لو نتكلم قبل ماتش مباراه الاهلي الناس كلها عندها ثقه في ابو جبل، الناس كلها بتتكلم على ابو جبل بشكل كويس، الناس كلها عندها ايمان بيه في المباريات، فمش عايزين القسوة، لكن اكيد هنتكلم على الاخطاء ده في طيب وده ما وارد. تيجي، بس انا خد بالك انا هبقى رخم، ما فيش مشكلة. هبقى رخم لان انا مش حاسس ان ابو جبل يتحمل اجزاء كبيره انا وهنتكلم فيها احنا الكوره. احنا هنتكلم في الكورة. ما انا ما اجيب انا الصوره اتمنى، والحالات نقعد نتكلم انا بص وانت مع انا ابو بعض. جبل من يعني كان قاعد معايا اكتر من 3 سنين لعب معايا ابو جبل، فمن الناس المحترمة جدا، من اللعيبة المتزنة، ملهاش علاقه، نتكلم على حالات. وانا بكلمك على حالته في المباراة، تمام. لان هي للاسف قرارات بسيطة كانت تفرق كتير جدا مع ابو جبل.